ونتيجة تاريخية لفريق النادي الأهلي كما هو المعتاد. الأهلي زعيم القارة الأفريقية يتأهل إلى النهائي الأفريقي للمرة 15 في تاريخه بفوز ساحق على النجم الساحلي بستة أهداف مقابل هدفين. هنا من قاعة أكبار الزوار معي في هذه اللحظات المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. باشمهندس بقول لك ألف ألف مبروك الفوز والنتيجة في توقيت مهم جدا لجماهير النادي الأهلي ولكل منظومة الأهلي. تعليقك على النتيجة وشدة الأعصاب اللي كانت موجودة أثناء المباراة، والحمد لله الأهلي لعب أداء ونتيجة وظهر بشكل مشرف جدا بعد الوصول للنهائي الأفريقي. الحمد لله ربنا كرمنا كرم شديد جدا، اللعيبة أدوا اللي عليهم وزيادة، كل لعيبتنا النهاردة نجوم بيثبتوا إن الأهلي بمن حضر. إحنا عندنا إصابات وعندنا ناس ناقصة، إنما الحمد لله الحقيقة كل لعيبة النادي الأهلي هجوم رجالة وعملوا اللي عليهم ونجوم فوق العاده النهارده في مباراه النهارده. اولا طبعا انا يعني احب ابتدي برغم الفرحه اللي احنا فيها انما بنعزي مصر كلها في الشهداء وبنهدلهم هذا الفوز لارواحهم اللي بيفدوا بيها مصر، واحنا بنلعب باسم مصر وكلنا مفروض واقفين ورا الوطن. ان شاء الله ربنا يرحمهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وببارك للعيبتي وببارك للشعب المصري على النتيجة الجميلة دي.